تميز جناح المملكة العربية السعودية الشقيقة في إكسبو 2020 بتصميمه الفريد والعصري عاكساً واقع المملكة والتطور الذي تشهده. وحصل الجناح السعودي على 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس من خلال انتقالاته الاحترافية في تاريخ المملكة الغني باستخدام طرق حديثة ومبتكرة. المملكة العربية السعودية أبهرت الجماهير بثاني أكبر جناح في معرض إكسبو 2020 بمساحته البالغة أكثر من 13 ألف متر مربع وبتصميمه المستدام المعتمد على الطاقة المتجددة لتشغيله. طبعا جناح المملكة العربية السعودية حاصل على 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، وهذه واحدة من الأرقام القياسية، أطول ستارة مائية تفاعلية بطول 90 متر مربع. عندنا في مقدمة الجناح رقمين قياسيين في موسوعة جينيس، اللي هي أكبر شاشة عرض تفاعلية وأكبر إنارة أرضية تفاعلية مسجلة في موسوعة جينيس. 4 مسارات يتكون منها جناح المملكة أبرزت عدة جوانب فيها تشمل التراث والطبيعة والتكنولوجيا لرواية مسيرة المملكة النهضوية المتماشية مع الرؤية السعودية. عندنا هذه الشاشة تبين التنوع البيئي والجغرافي في المملكة العربية السعودية، وتظهر لنا أهم المواقع الطبيعية في المملكة العربية السعودية. عندنا معظم الناس يعتقد أن السعودية هي مجرد صحراء فقط، لكن لدينا تنوع بيئي وجغرافي كبير جدا زي ما مبين عندنا في الشاشة. هناك مقولة تقول من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. عن طريق سلم التراث راح نسافر عبر الزمن لنكتشف 14 موقع تاريخي، 6 منها مسجلة ضمن التراث العالمي في اليونسكو. هنا في قسم الأرض والناس أو قسم الحاضر نرى علاقة الشعب السعودي بأرضه، والشعب السعودي ذو همة وإصرار، وكيف قدرنا نستغل ثروات هذا الوطن بالشيء النافع الذي يعود على الشعب والوطن بنفس الوقت. طبعا هنا هذا القسم من أكثر الأشياء تفاعلا، بحكم أن الآن الزائر يشوف حاضر المملكة بعد ما شاف الماضي، فيشوف التغير الكبير والشعب السعودي كيف انه قدر يبني هذا الوطن، كيف المناظر شاف المناظر الطبيعيه والاسلاميه والتاريخيه. هنا نرى مستقبل المملكه العربيه السعوديه، في الاعلى راح يكون في 2030 كريستاله وهي ترمز لرؤيه المملكه 2030، وفي الجانبين شاشتين عرض تعرض 5 مشاريع كبرى للمملكه العربيه السعوديه لرؤيه 2030، وهذه المشاريع جزء بسيط من رؤيه المملكه. رؤيه المملكه الحقيقيه هي الاستثمار في الانسان. هنا في قسم الرؤية رسالة من السعودية إلى العالم أجمع، تبدأ من المنظار الرقمي العملاق ومخترع من قبل 5 فنانين سعوديين، يشرح 4 تفاصيل مهمة: الكون والطبيعة والثقافة والمستقبل. عندنا الأرضية هنا أرض برضو تفاعلية، فهي رسالة السعودية تبدأ من الكون إلى الطبيعة إلى الثقافة إلى المستقبل. انتقالات سلسة عاشها الزوار وانفعالات لا إرادية أظهرت حجم الإعجاب بجناح المملكة العربية السعودية الذي قدم تجربة واقعية لأبعاد المملكة. تراث وطبيعة وتنمية، كل هذا تحت سقف واحد في جناح المملكة العربية السعودية التي تستقبل زوارها ب13 لغة لتشرح لهم قصص المملكة من الماضي والحاضر انطلاقا إلى المستقبل. شوق العثمان لمركز الأخبار إكسبو 2020 دبي.